حان الوقت لتجديد طاقتي. أوه، انتهى الشيبس، أريد أن آكل. الطفلة إلي تبكي. أنا جادة، بحاجة لمساعدتها. دعونا نجرب الدونات. أوه، من الذي يبكي بصوت عالٍ؟ أنا إما، الأخت الكبرى. أختي الصغيرة تبكي، علي مساعدتها. البيتزا اللذيذة الخاصة بي جاهزة. أوه، الطفلة تبكي. أنا الشيف، علي معرفة ما حدث. أريد أن آكل. أوه، أنتم هنا بالفعل. أريد أن آكل لنبدأ تحدي الطهي. لدي فكرة، اصنعوا لي كوكتيلة لذيذة من فضلكم. أنتظر ألذ الكوكتيلات في العالم. سأعد الكوكتيل اللذيذ لإلي. لا، أنا سأعد ألذ كوكتيل لنبدأ. سأحضر كوكتيل مارميلادي وشوكولاتي بالكامل. أضع كرات المالتيزرز وحلوى جيلي في الخلاط. أخلط كل شيء مع الكولا المفضلة لدي، بعض الفانتا والسبرايت، وحان الوقت لخلط كل شيء معا. هذا يبدو جميل. معدة إلي المسكينة. أنا سأقوم بإعداد عصير خضار لطفلتي. بصل، بروكولي، طماطم كرزية وخيار لذيذ. رائحته منعشة. لا أنسى الكرفس. الآن أمزج كل شيء معا. هيا يا خلاطي، اعملي الآن. لا تهرب، إلى أين توقف؟ عصير الخضار جاهز. كوكتيلي سيكون ألذ بالتأكيد. سأصنع كوكتيلا من البطيخ. هذا حل عظيم. سأحصل على الفور على كوب مصنوع من قشرة البطيخ، ويمكنني صنع بطيخ طازج في البطيخة نفسها. سأزينها بالفواكه الأخرى، أناناس، كيوي وفاكهة التنين. ممتاز. بالمناسبة، البطيخة باسم إلي. أليست فكرة رائعة؟ يمكن التقديم. انتظروا، أحتاج إلى تزيين عصيري بالكرفس والأنبوب. لقد سكبت أيضا كوكتيل الشوكولاتة في كوب. إلي جربي. واو، أريد أن أجرب كل شيء. لنبدأ بهذا. يبدو مثل الكاكاو، أحتاج إلى تذوقه. لذيذ. يا له من طعم حلو وشوكولاتي. والمارشميلو لذيذ أيضا. أحببته. ماذا يوجد أيضا؟ واو، هذا يبدو غريب. عصير الخضار. لنجرب. إيو، أنا على وشك التبقية وطعمه ليس جيدا. ماذا أعد لي هنا؟ واو، بطيخ طازج، رائع. الكثير من الفواكه اللذيذة أيضا، رائع. أنا مستعدة لاختيار الفائز، إنه الشيف. أها، تأكدت أنني الأفضل. انتهيت من رسم الصورة، جاهزة. يمكنكم النظر. أريد شريحة اللحم، حضروها لي. اختيار موفق. إذن أسخن المقلاة بسرعة. أصب عليها بعض الزيت. لم يسبق لي أن طهيت شريحة اللحم. سأكرر بعد الآخرين. أخذ الزيت، أسكبه في المقلاة، وأتظاهر بأنني أعرف كل شيء. يا لها من شريحة لحم مذهلة. سأحضرها لإلي. هذه أفضل قطعة. أرميها وأمسكها بالمقلاة. ممتاز. أنا أيضا سأفعل نفس الشيء. أوي، آسفة جدتي، هذه القطعة لي. الآن أقلبها إلى الجانب الآخر. جدتي انظري، سأفعل ذلك أيضا. أوي، لم أنجح. شريحة اللحم ملطخة الآن. لدي فكرة. يمكنني أن أضع الكاتشب على شريحة اللحم ولن تلاحظ إلي. فكرة رائعة. الرائحة الشهية، بالضبط ما أحتاجه لحفيدتي إلي. أزين بغصن من إكليل الجبل وأرش حبة الفلفل. أنا سأقوم بتزيين شريحة اللحم بالذهب. ستكون جميلة ومكلفة وأنيقة. إلي جربي. أعددتم كل شيء بالفعل؟ هذا سريع جدا، أريد أن أجرب حالا. لنبدأ بهذا. إيوه، عليها الشعر. هذا مقزز، لا، لن أكلها. وماذا يوجد هنا؟ هذه تبدو لذيذة. أريد أن أتذوق. فعلا شهية. واو، طعاما ذهبي، لم أجربه من قبل. سأتذوق الآن. أقطع قطعة وآكل. يا إلهي، هذا الذهب فظيع. إيو، إذن جدتي تفوز. جدتي، أحسنتي. هاي، أنا ربحت. الآن أريد الفطائر. أتوقع منكم أشهى الفطائر في العالم.
سيتم الأمر. جدتي استيقظي. ماذا فطائر؟ بسيط، أشغل صانع الفطائر، أسكب العجينة، أصب الخليط الرائع على صانع الفطائر، وعندما تنضج الفطيرة أنقلها إلى الطبق. بدأ الجميع بالفعل بالطهي وأنا لم أبدأ بعد. فكرة، سألون العجينة بألوان قوس قزح وبعدها سأحصل على فطائر ملونة. فكرة رائعة. هذا رائع جداً، ألقوا نظرة على هذه الفطائر الملونة، أنا سعيدة جداً بهم، آمل أن تحبهم آلي. انظروا إلى هذا الجمال. أضع قطعة من الزبدة على كومة الفطائر لجعلها طرية ولذيذة، وأسكب فوقها شراب القيقب. هذا لذيذ. أنا سأضيف المارشميلو السائل، آلي تحبه؟ أنا على استعداد لتناول العلبة بأكملها، لكنني سأضع ملعقة واحدة وبعض الرشات الملونة. هذا لذيذ. أزين بالفراولة وانتهيت. هل هناك شيء ما في الداخل؟ لا أحد يمكنني كسرها. سأحضرها بطريقة خاصة في الماء المغلي. لن يكون لدي فطائر حلوة، بل فطائر مشبعة للغاية. أضيف طبقة من الفطائر، طبقة من اللحم المقدد، وهكذا لتنتهي الفطائر. أضع البيضة الطرية في الأعلى وأقطعها. أزين كل شيء بالريحان وأرشهم بالأعشاب وجاهز. نحن أيضا جاهزون. يمكن التجريب. واو، كل شيء مدهش. لنبدأ بهذه الفطائر. تبدو شهية جدا، لا أحتاج إلى الزبدة. أجرب. هذا حلو، يعجبني. وماذا يوجد هنا؟ فطائر قوس قزح، أنا مصدومة. ماذا في الأعلى؟ هذا مارشميلو، إنه المفضل لدي. أما تعرف دائما ما أحب. أجرب الفطائر الآن. لذيذة جدا، أما أحسنتي. الآن حان الوقت لطبق آخر من الفطائر. ماذا في الأعلى؟ إيوه، بيضة نيئة، هذا مقرف، لن أجربها حتى تفوز أختي. هاي، أنا سعيدة، شكرا لك. هذه المرة رسمتي جميلة جدا، لقد بذلت قصارى جهدي ورسمت كرواسان، أعده لي. فكرة رائعة، أنا أحب الكرواسان أيضا، علي وضعه في الفرن ليخبز. من الرائع وجود الكرواسان المجمد. هذا فظيع، دعوني أريكم كيف يتم صنع الكرواسان الحقيقي في باريس. أسكب الحليب في وعاء وأكسر فوقه بيضتين. ممتاز، الآن القليل من السكر والقليل من الصودا والكثير من الدقيق. يجب أن تصبح عجينتنا مثالية. عندما أخلط كل شيء بالخلاط يمكنني البدء في مد العجينة. عجينتي خفيفة ومنفوخة وهذا ما أحتاج. أخرج شوبك وأمد كل شيء. ممتاز، الآن أغطيها بالزبدة وأطوي الدائرة إلى المنتصف. أدهن النصف الآخر بالزيت مرة أخرى ثم أقوم بطيها إلى النصف. جميل. بالتأكيد، أنا الشيف، أنا شيف حقيقي، أصنع كرواسان حقيقي أيضاً. أنقل كل شيء على ورقة الخبز وإلى الفرن لتخبز. أضبط درجة الحرارة المطلوبة وأنتظر. أحتاج إلى إضافة النوتيلا إلى الكرواسان، سيكون ألذ بالتأكيد. ما هذه الرائحة؟ إما الكرواسان، علينا إخراجهم. لماذا كرواسان جدتي طبيعي وخاصتي محترق؟ لا تقلقي. الكثير من الدخان. يجب أن يكون الكرواسان خاصتي ناضج أيضاً. أخرجهم. مثالي. حان الوقت لإضافة شيئا ما في الداخل. أخذ السكين. لا تخاف، وأحتاج إلى قطع الكرواسان فقط. أضيف القليل من كريمة الفانيليا في الداخل، إنها لذيذة. وبعد ذلك أضيف شرائح الفراولة في الأعلى. أغطيها بالنصف الآخر من الكرواسان وأرشها بالسكر البودرة. يمكنك التجريب يا آلي. شهية طيبة. مدهش، كم هذا لذيذ. لكن هذا لا يبدو شهي أبداً. كرواسان محروق؟ لا، لن أجربه بالتأكيد، هذا ليس لي. لنبدأ مع هذا الطبق، يبدو تماماً كما رسمت. لذيذ. وماذا يوجد هنا؟ واو، فراولة وكريمة الفانيليا في الداخل، هذا ما أريد أن أجرب. لذيذ جدا، أنا سعيدة جدا.
من سيفوز؟ نعم الشيف. حقا؟ أنا سعيدة، شكرا إيلي.